تفاصيل مهمة عن سد النهضة الإثيوبي وشكل تدفق مياه النيل ناحية مصر والسودان في الأيام اللي جاية، خصوصاً مع كلام بعض المسؤولين عن وجود آثار بيئية واقتصادية ضخمة بشكل مفاجئ، والسبب وراها هو سد النهضة. تعالوا نعرف إيه الحكاية في خمسة بالعربي. في البداية، الباحث هاني إبراهيم المختص في الشأن الأفريقي قال إن المفيض الغربي لسد النهضة لسه شغال، وده كارثة كبيرة على حد وصفه، لأن المفيض يعتبر جزء من السد اللي بيستخدم لمرور المياه الزايدة اللي مش ممكن تخزينها في الخزانات، ومع استمرار تشغيله مع زيادة تدفق المياه ده معناه إن في ارتفاعات متكررة في منسوب النيل الأزرق، وده بيهدد بتغيرات كبيرة في منسوب المياه في النهر نفسه. في صور للأقمار الصناعية اللي تم رصدها، الباحثين شافوا ارتفاع كبير في منسوب النهر قرب الحدود السودانية، وده بيثير القلق بخصوص تأثير الزيادة دي في التدفقات على المستقبل، خصوصا في ظل الحاجة المستمرة لمصر والسودان للموارد المائية من النيل الأزرق. ولو استمر الوضع ده، فأكيد تدفق المياه في النهر هيسبب أضرار لاحتياجات الري في الأراضي الزراعية في السودان، وهيأثر على مشاريع المياه في مصر. الدكتور هاني إبراهيم قال برضو إن منطقة النيل الأزرق شهدت تغييرات ملحوظة في الأشهر الماضية، يعني يوم 27 سبتمبر تم رصد انخفاض في تدفق المياه عبر المفيض الغربي، لكن قبل التاريخ ده في 15 سبتمبر ارتفع منسوب المياه بشكل كبير، والزيادة في المية دي أثرت على مستويات المياه في الخرطومة وتسببت في ارتفاع المياه الخزانات السودانية زي خزانات الروسيرس وسنار وخزان جبل الأولياء في السودان اللي بيخدم النيل الأبيض. وفي 16 سبتمبر كان منسوب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية عند 493.86 متر، ومع مرور الأيام تراجع المنسوب في 26 سبتمبر إلى 492 متر فاصل 29، يعني الفرق متر 57 سنتي، علشان الارتفاع يرجع تاني في 6 أكتوبر لحد 492 متر فاصل 47. التغيرات في منسوب المياه ده بتعتبر من المؤشرات المهمة اللي يجب على دول المصب إنها تراقبها باستمرار، لأن أي زيادة غير متوقعة قد تؤثر على البنية التحتية بما في ذلك السدود والخزانات في مصر والسودان. هاني إبراهيم بيقول إن سبب ارتفاع منسوب المياه في النيل الأزرق مؤخراً ممكن يكون ارتفاع مستويات المياه في بحيرة تانا اللي هي المصدر الرئيسي لمياه النيل الأزرق. كمان في الفترة من 19 إلى 29 سبتمبر تم تقليل منسوب بحيرة تانا بمقدار 10 سنتيمتر، وده بيعادل تقريباً 300 مليون متر مكعب من المية من خلال إطلاق كميات كبيرة من المية لتقليص منسوب البحيرة. ومع كل ده فيه العديد من العوامل اللي بتؤثر على قياس مستوى البحيرة بدقة، زي الأمطار اللي ممكن تزيد من تدفق المياه في المنطقة. طيب إزاي تتحكم إثيوبيا في النيل الأزرق؟ بص يا سيدي، منسوب النيل الأزرق اللي بيتجه للسودان تحت سيطرة يمكن تعديلها بناء على كمية المية اللي بيتم تمريرها من بحيرة تانا عبر السد الإثيوبي. الدكتور هاني إبراهيم بيقول إن تدفق المياه ممكن يزيد، وده هيؤدي لرفع منسوب النيل في الخرطوم، أو ممكن يتم تخفيضه مؤقتا، وده هيحد من التأثيرات السلبية. ومع استمرار تدفق المياه نحو بحيرة السد الإثيوبي، من المتوقع أن يستمر تشغيل المفيض الغربي لفترة أطول، ممكن توصل إلى شهر نوفمبر، يعني الأوضاع ممكن تبقى متقلبة لفترة مش قصيرة.